ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، ومساء الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من برنامج السادسة، يوم مهم. يمكن خلاص خلصنا من قلق المساحات، مين عنده كورونا، مين مش عنده كورونا، مين هيلعب مين مش هيلعب، كل ده بقى واضح دلوقتي. ودخلنا في قلق من نوع تاني، قلق من نوع حلو، حالة تأهب. 90 دقيقة قد تطول ل 120 دقيقة هتحدد النهاردة بطل أفريقيا. 90 دقيقة هتحدد النهاردة مين هيبقى بيحتفل ويعيش أحلى لحظات حياته. والحقيقة أنا ما ببالغش، كرة القدم بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا، عشان كده أحمد اسمها الساحرة المستديرة. يعني إحنا بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي إن إحنا نشوف النهاردة فريقنا وهو بيكسب، وده طبعا اللي بنتمناه. وزي ما أحمد قال، الأهلي بمنحدر النهاردة 11 لاعب في الملعب، هم بإذن الله كلنا ثقة فيهم، هيبذلوا أقصى ما عندهم وإن شاء الله يكون اللقب لينا. في سيناريوهات كتير قوي يعني جوه دماغ كل حد فينا، سواء بتكلم على جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك. مش بس موسيماني وباتشيكو هم اللي عاملين سيناريوهات للمباراة، لا، 100 مليون مصري عاملين سيناريوهات للمباراة. كله بيفكر من امبارح في الكورة اللي ممكن تيجي في العارضة، في الكورة اللي هيتصفر عليها ولسه مش عارفين هتتحسب ضربة جزاء ولا لا. كله بيفكر في الانفراد اللي وانت بتتفرج بتحس انك عايز تقوم تلعب يا احمد مع اللاعب وتدخل على المرمى. انت نفسك ليه كده؟ محطهاش ليه كده بالظبط. بس احنا صحيح. كل تفكيرنا الحقيقه ان احنا باذن الله النهارده هنفوز، كلنا ثقه في الجهاز الفني. كان نفسك تلعب الماتش انت النهارده؟ كان خلصت البطوله.